الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الصدقة تطفئ الخطيئة أي تطفئ الصدقة أثر الخطيئة فلا يبقى لها أثر ذروة سنامه السنام ما ارتفع من ظهر الجمل والذروة أعلى الشيء وذروة سنام الأمر كناية عن أعلى ثكلتك أمك دعاء بالموت على ظاهره ولا يراد وقوعه بل هو تنبيه من الغفلة وتعجب للأمر يكب أي يلقي في النار حصائد ألسنتهم أي ما تكلمت به ألسنتهم من الإثم ويفيد الحديث الشريف استرشاد الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظته لهم كما يرشد إلى أن أداء الفرائض الخمس أول ما يعمله العبد وأنها سبب لدخول الجنة والبعد عن النار ويرشدنا أيضا إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله وإلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله وأنه يورد النار بحصائده.